المغرب استدراج. لعب الكرة أمامية، كوفي محاولة الانطلاقة، جون كاساسولا يترك الكرة تمر إلى خارج الملعب، جانبية لصالح مازيمبي. تتلعب الكرة ناحية أدام التراوري، محاولة التمرير الأمامية من كاساسولا، تعود لجمال سالم حارس مرمى فريق المريخ. جمال سالم، ديبري، ديدي، يمر ناحية مصعب عمر وبكر زيارة. مصعب فاصل من المراوغة وبتكتب لاعبين على مصعب، تعود لأيمن سعيد، يمرر أيمن في اتجاه رمضان عجب، راسية لراجع عبد العاطي لرمضان عجب، محاولة العكسية داخل منطقة الجزاء، راسية بمرمى بكر وليدي. أيضا فرصة مريخية كبيرة تضيع ويتحسر ديبري وهو يقابل الشباب بما تستعصي عليه. حاول كسر المدينة وحاول يجري ولكن مرة عكسية رمضان عجب. ريمبوت كالابا تبتعد من زيارة، محاولة راسية، مصعب عمر يخلص، سيد أيمن سعيد، أيمن يمر لمصعب عمر، اللعب ناحية ديدي لجاكسون لديدي ومحاولة الانطلاقة الأمامية، وصل ناحية كوفي لديدي لبيري، ربما يعاني من الإصابة للمجهود الكبير. تعود لسلمون جاكسون لبكر المدينة لجاكسون الانطلاقة، تحاول التمرير ولكن ثالث كوليبالي يخلص. نبتعد أمامية أدام التراوري لساماتا أو رينفورد كالابا، تبص على الأرض ومخالفة مع رينفورد كالابا من علاء الدين يوسف، واحتجاج من علاء يوسف. علي ساماتا على الأرض، ساماتا والضغط والانضباط يوسف، كانت لصالح ديدي مازيمبي. دانيال أجي في تنفيذ المخالفة لمازيمبي، منتصف ملعب فريق المريخ. أجي محاولة تمريرة خطيرة والعكسية من ساليف كوليبالي في المرمى، قوية مرت بسرعة، التسديدة كانت قوية، اصطدمت بأحد مدافعي المريخ.